ما في ضعيف، ما في ضعف، في قوة. الله يحسن الأوضاع خيي، وخليه يضل واحد يفكر باللي بده يجي خير إن شاء الله، يكون دايما يفكر بالخير، يعمل هوب بالإنجليزي، هوب بالأمل. يعني نحن أساسا محلتنا بالأسواق التجارية بسوق أبو النصر، تحت كنيسة مارجيريوس. أيام روعة، أيام ذهب. نحن خلقنا وارتبينا طريق جديدة، كنا دايما نتأمل بالخير. كل القديم وين ما بدك بتروح ما كان عندك هالقلق. هلا في قلق عم. لا، تعلمت انه بالبريتش كونسل، بمجمع الثقافي البريطاني بالحمرة، 5 سنين انجليزي، كان في سفر، كان على تشيكوفاكيا، على بلاد الشيوعية من تركيا. شوف التقدم اللي انت بدك اياه تتقدم فيه بلبنان. نحن كنا على البركة. نزلت على الشغل كان عمري 15 سنة، 14 سنة. شو حلوة، عسل، ايام عسل، 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 الاجواء تبعها عسل. لو اول وحدة هيدي كان عمري 15 16 سنة، كانت بنت الجبل هيدي، كنا مصيفين فوق بإباع بوسطات، كانوا يجوا نطبع على الجراج على ساحة الدباس، كانت تيجي البوسطة كل يوم الساعة 6 5 عشية، نخلص من شغلنا نطلع اخذ مطرح. انا لما عيط للبنت يجي غيري بده ياخذ المطرح، نعمل ضرب وقتل نحن وياهم، يخزقوا لي تيبي لحتى تطلع البنت معي واحجز لها المطرح. على هيدي البوسطة وعلى قمر، وعلى قمر الفيروز كان عندك بديع الصافي. اي فرق الاطرش بالكل. لا هو لا بطرابلس كانت كانت بطرابلس هيدي، اخذنا لها سيارة طلعناها من الشركة من هون نزلناها فيها بالليموزين. فعلا مزبوط. لا فعلا مدام بالليموزين سنة 61، 31 سيارة مشي وراها زمامير من طرابلس لا طريق جديدة. الله يهدي البال ويمنع التشويش بهالراس. كلمة اليوم بلا تشويش.